بيه الماتش نحكيوها شوية عن الماتش اللي حدث في ماتش البي اس جي والحكاية مع نيمار اللي خذت أكثر من حجمها على الأخر على الأخر كبرت برشا الحكاية فوالا معناها نعرفش أنا نتصور خاطر جست خاطر نيمار كبرت الحكاية كان صارت مع أي جوار آخر ما نتصورش كان تكبر للدرجة هذي شنو صار معاه بالضبطه؟ بلايستيان كونتاكت أنا ما نشوفه كونتاكت عادي في الكورة يصير في أي وقت مع أي جوار معناتها أنا ما عملتش بالعاني جست على خاطر قدامي ملعب كبير وكهو معناتها هذيك الكورة نلعبوا في كورة نحط معايا نحط معاك هذيك الكورة جيت مع هو وكهو ما عجبتوش هو ظهر يتنفذ وبعد ومشى هيك اش قال لك بالضبط؟ والله شو نقول لك؟ كلام ما يتقالش في الأندية سبك معناها إيه؟ وتطورت الأمور حتى أكثر من كيكا؟ لا ما تطورتش الأمور من بعد الماتش معناتها مشيت حبيت انا باش خاطر انا طلبت سماح بعد الماتش وكل خاطر ما عملتش بالعاني مشيت حتى حبيت نطلب منه سماح قالوا لي راهو معناتها مشى الكلينيك وكل يا اخي وصلت له معناها وصلت له اللي انا عملت انترفيو غادي في انترفيو وصلت له حتى وصلت له مع شكون معناتها من البي اس جي وكل وقلت له يوصل له اللي معناتها جون اكسكيوز وراهو ما عملتش بالعاني وكل هو استفزكم برشا وقتها بالمراوغات وكيفيه لعبه مستفزه برشا حتى شفت شويه ريزومي نتاع الماتش هذيك هو هذيك هو معناتها هو معروف ب هو شاط الهواء هو كيكا معناها وبعدها وهز بيك الكوره درا كيفاش هو كيكا معناها هو يلعب كيكا يلعب بروفوكاسيون وكل ولا واحد معناتها هو يلعب كيما يحب كيما نقولوا احنا نلعبوا كيما نحبوا مهم معتز الاحتكاك بالملاعبين اللي من نوع هذا صحيح مهم ويفيد برشا وينفع برشا كل سوا تلعب ضده ولا تلعب معاه حاجه باش تحسنك برشا معناها حتى سور تيران حتى ميم سي واحد على البنك كي تشوفه يكور حاجه تعاون برشا يملعب